طيب يعني بننتقل لتشابتر 4 عن اللوكال سيرش الجوريثمز. هلا بقول لكم شو اللوكال سيرش الجوريثمز. احنا اخذنا اول شيء اللي هو الان انفورمد سيرش الجوريثمز زي الديبث والبريدث واليونيفورم وتعديلات هنا والى اخره. هذول الجوريثمز ما فيش فيهم ذكاء. كان في عندنا جول بدنا نوصل له. بعدين اخذنا الجوريثمز ثاني اللي فيها نوع من الذكاء. ابسط واحد فيهم اللي هو سميناه الجريدي الجوريثم اللي بيستخدم هيوريستكس. فهذول الانفورم بتقدروا تسموهم هيوريستك الجوريثمز اللي فيه جول بدنا نوصل له احنا بندور عليه بطريقه منيحه. وخلصنا. يعني هلا احنا اخذنا نوعين او تو فاميليز من الالجوريثمز اللي بيعملوا سيرش بالكوبول. هلا بدنا ناخذ نوع جديد من الالجوريثمز. طبعا هاي انترودكشن عامي جدا يعني ما بندخلش بالعمق. فبنعطيكم فكره هاي بس عشان نعطي فكره ما ندخل بالتفاصيل. الالجوريثمز دول بيحلوا طبيعه مشكله معينه بسموها اللوكال سيرش. في اول بارت في المحاضره بدنا نشوف شو هو يعني لوكال سيرش algorithm. Why and what is a local search algorithm? شو طبيعة المشاكل اللي نحل؟ تخيلوا انه انت عندك هذا الجراف وانت طبعا مش شايف الكمبيوتر طبعا مش شايف هو ده وبدك تدور على اعلى نقطة. كيف بتبلش؟ كيف؟ هذا الالجوريثم جوز بلش هون بس اذا بلشت راندوم انت بدك توصل طبعا لهون. هلا طبيعه هذول الالجوريثمز انه اصلا مش ممكن الوصول للهدف النهائي او يعني مش ممكن من ناحيه نظريه بس اتس تو ماتش. بجوز الكمبيوتر بده سنين وهو يدور تعيلك وين اعلى واحد يعني هو ما بيعرف ومش شايف مش زيك شايف بالعين. هاي هنا في مشاكل كثيره طبيعتها هيك. زي مثلا عندنا لعبة بسموها الايت كوين بدك ترتب هذول الكويز بحفريقة انهم ما يكونوش موتا يضربوا بعض انه بهذا الاتجاه يعني افقي او عمودي او دياجون. او مثلا زي مشكلة نرتب القطعة الالكترونية على بورد وبدنا نعمل بالسايد بسموها بروبلم بدنا نلقى وين احط هاي القطعه وين احط هاي القطعه بحيث انه ما يكونش في تداخل اوفرلاب بين السلاك اللي بنطبعها على البورد هاي. فاحنا طبعا هيك كيف بدي اعمل سيرت؟ انا مش جول بدي اروح على المقاطعه وبدي احصل اوصل الباث. مش فهمت علي؟ مش بدي اوصل لاقرب كازيه او مش في شيء جول واضح بدي اوصل له. انا بدي اوصل لوضع اني اعطي المينيمم مثلا بحاله الفي ام اس اي اوصل لوضع انه قد ما تكون البورد صغيره حجمها وبنفس الوقت فيش تعارضات على في الاسلاك. فانا بحسن بوضعي هاي نسميها اللوكال سيرش. انا بدي اوصل لوضع اني انا بحسن وضعي مش بدي اوصل الاوبتيمال سوليوشن. فالماني اوبتمايزيشن بروبلم هاي معظمها بسموها مرات اوبتمايزيشن بروبلم. The path to the goal is irrelevant. احنا ما بنسمى باث ما بنسمى باث لجول. الجول تبعنا بيختلف. The goal state itself is the solution. يعني انا بدي اوصل لستيت افضل to reduce cost as a cost function to reduce conflicts وهلوم مجرد. هلا local search algorithms use little memory بيستخدم memory اقل لانه ما بخفيش شيء يتخزن فيش شيء بعض يتخزن في ذاكرة. بس طريقة التدوير على solution is almost infinite or very large. A local search can be used on problem that can be formulated
as finding a solution, maximizing a criteria. يعني انه طبيعي المشاكل اللي هلا بنحلها، انا بورجيكم الالجوريثمز. بس احنا بنركز على ان نحسن وضعنا، maximizing a criteria، يعني طبعا maximizing او minimizing يعني انه انا بدي احسن وضعي حسب function بيكون عندي او حسب values بتكون عندي. فبنكون احنا في state معينه، we move from a state to from a solution to another solution. يعني اللي انا فيه اصلا هو solution بس سيء. يعني اما بدي مذر بورد اعملها، ممكن اعمل مترين بمترين وحط عليها شوية قطع وقول لك هاي سوليوشن. هلا انت بدك تزغر حجم البورد بحيث ما يطبوش الاسلاك في بعض، فانت we are moving from a solution to a solution. يعني we are not, the board is not to find a solution. We are moving from a solution to a better solution. زي ما قلت لكم، هاي مثلا مثال. خلينا في عندنا هون السيلز مان بضل يبدل لحاله، هذا الترافل سيلز مان بروبلم. هاي انه انا مثلا بدي اروح على، بدي اطلع اوزع بضاعه، انا موجود مثلا برام الله، اروح مثلا وين؟ على الخليل، على بيت لحم الخليل، انزل على ريحه الف على جينين طول كرنت الكينابلس وارجع رام الله. طبعا عشان فلسطين صغيره بصراحه، ولا اروح ابلش من نابلس بعدين انزل على ريحه بعدين. يعني هاي المشكله، الباث بقدر اعطيك باث موجود سهل، بعطيك باث، بس هذا الباث بكونش افضل او اقصر شيء. فانا بدي احسن A local search algorithm start from a candidate solution. If you start from a candidate solution, you iteratively move to a neighbor solution. انت بتروح على solution بحده او solution ثاني. هذا الفيجر اذا بدكم يعني بيمثل او بيصور لكم المشكلة. هلا انت افترض انك انت هون، هل لو انت هون شو تسوي؟ انت هون طبعا عدد النقاط، يعني هون نقطة، هاي نقطة، يعني هاي سوليوشن هاي سوليوشن هاي سوليوشن هاي سوليوشن، يعني عدد لا نهائي. فما بيقدر الكمبيوتر، ما بيقدر الكمبيوتر يدور على سوليوشن، يعني يدور على جميع السوليوشن. اللي بدنا اياه نحسن وضعنا. هلا بجوز تبادر لأذهانكم بعض الأفكار لكيف نحسن على بعضنا. تصير تقول لي أنا بمشي لفوق، إذا زاد بظل ماشي، إذا نقص لا، إذا بدي أوصل الماكسيموم. بس وين مشكلته؟ ها مشكلته إنه the best solution هون، هذا نسميه global maximum. بس في عنا إشي نسميه local maximum. اللوكال ماكسيمم إنه عبارة عن نقطة أقل من البول بس أعلى من جيرانه. ومرات في عندي فلات، بصير بوصل لهدف إني أنا هون، بصير تمشيت على الشمال أو على اليمين is the same. هذول اللوكال سيرش ألغوريثمز typically incomplete algorithms. incomplete يعني بتتذكروا شو معنى complete؟ انه يلكالي الحل، لان هذول بيدور بكل الاحتمالات. اذا بدك يعني يلكا كومبليت بده يدور بكل الاحتمالات، وهذا بالعادي بيكونش موجود. فاحنا ندور على افضل حل او على حل افضل من اللي احنا هذا المثال اللي انا ورجيتكم اياه، هذا تو دايمنشنز مزبوط. هذا بس يعني هذا مثالك عن جد صغير، بس احنا في عندنا امثله بتكون 3 dimensions. انا بعرف ايش افرض اني انا موجود وين، مثلا موجود هون، بجوز اصير اطلع 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 اوصل هون، بقول لك هذا السوليوشن اللي احسن شيء وصلت له.
بجوز واحد ثاني يطلع 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 يوصل لهون ويقول لك اوه واو هاي انا وصلت يعني اعلى نقطة في الدنيا. لا يا عم مش اعلى نقطة، اعلى نقطة هي هون. ف او فور دايمنشن او فيف دايمنشن، مرات يكون عندنا فيتشرز كثيرة والوصول ل لا لا افضل حل هذا يعني مستحيل. احنا حندرس 3 algorithms، واحد very simple، هذول لما ندرسهم بطريقه يعني بس نعطي الايديا عن كيف نحل هذه المشاكل. الهيل كلايمينج سيرش algorithm، السيميوليتد انيلينج algorithm، والجينيتك algorithms، يعني بطريقه مختصره بس نعطيكم فكره عن طبيعه هالمشاكل كيف.